يا ليلة منورة ونورك الأحمر مغطيها، البطولات بتندهنا وعمرنا ما نفرط فيها، دوري وأفريقيا وكأس عالم محدش غيرنا يقدر عليها، هما كمان مشتاقين إننا نعود ليها. مساء الهنا والسعادة على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في كل مكان وبالأخص جمهور النادي الأهلي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من الحريفة، البيت الصغير اللي بيجمعنا بيكم علشان نتكلم معاكم ونحلل كل حاجة تخص بيتنا الكبير النادي الأهلي وأي حد حريف. لكن خليني الأول أرحب بست الكل حبيبة قلبي. إيه الشعر ده؟ الناس كلها أجازة يا أميرة. لا خلاص بقى يا هند، مش لازم تحبطينا يا هند، خلاص إحنا بداية الأسبوع إن شاء الله، أسبوع سعيد علينا إن شاء الله. مساء الفل عليكم وعلى كل جمهور الأهلي من التالتة شمال. الحقيقة كلنا سعداء جدا جدا ومبسوطين باللي بيقدمه النادي الأهلي في الفترة، مكسب ورا مكسب في الفترة الأخيرة، وقادرين نقف على رجلينا ضد أي صعوبة بنقابلها، قادرين طول الوقت نثبت إننا فوق وهنفضل طول عمرنا فوق بعيد جدا وفي حتة تانية خالص عن كل اللي حوالينا. وعشان كده حلقتنا النهاردة هيكون معانا فيها جرعة كروية كبيرة جدا، كل الأخبار اللي تخص الأهلي، تفاصيل الصفقات الجديدة والخطط اللي جاية، وهنحلل كل حاجة معاكم بالتفصيل من الاستوديو التحليلي للحريفة. بس خلونا نروح الأول نشوف معانا أخبار إيه في السريع ونرجع تاني. أول خبر معانا النهاردة عن صفقة الغاني عزيز يعقوب لاعب ريو أفي البرتغالي، واللي أغلق النادي الأهلي الملف بتاعه امبارح بعد ما خرج أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي وقال إنهم أغلقوا ملف اللاعب تماما بعد الكشف الطبي اللي اتعمل من 4 أيام، وإنهم وجهوا الشكر للاعب وخطبوا ناديه وعرفوا المسؤولين هناك كل التفاصيل اللي حصلت. تاني خبر معانا النهارده عن الفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي، واللي فازوا امبارح على فريق سموحه في اللقاء اللي جمع ما بينهم ضمن منافسات بطوله الدوري، وفاز فيها الاهلي بنتيجه 3 أشواط لشوط 1 بس، وقرر الجهاز الفني استمرار التدريبات من غير راحه للفريق في اطار الاستعدادات للمواجهه القويه مع فريق الزمالك يوم الثلاث اللي جاي، وان شاء الله نقدر نكسبها ونعديها باذن الله. يا رب ان شاء الله يكون المكسب لينا. وكان كمان خلونا نقول انه امبارح في مباراه قويه بين الفريق الأول لسيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي، وفازوا فيها على فريق سبورتينج بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت ما بينهم ضمن منافسات بطولة كاس السوبر، واتلعبت على صالة المقاولين العرب، وقدم خلالها فريق السيدات طايرة الأهلي عرض قوي علشان يوصلوا سلسلة انتصاراتهم، وده تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي. وهيكون عندهم كمان مباراة تانية مع فريق وادي دجلة اللي هتكون يوم الجمعة الجاية ضمن منافسات بطولة كاس السوبر القادم، إن شاء الله كل توفيق ليهم بإذن الله هنودة. ومن الأخبار المحلية هنروح للأخبار العالمية وتحطيم الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر رقم قياسي جديد بعد تسجيله هدف في شباك ولفرهامبتون في المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، عشان يتجاوز بالهدف ده السير كيني دانجلش ويبقى هو الهداف التاريخي السابع لليفربول ب 173 هدف، ويفصله 13 هدف عن الترتيب الخامس عن ستيفن جيرارد اللي في الترتيب الخامس. بنتمنى له التوفيق طبعا في كل المباريات اللي جايه، ان شاء الله يكسر كل الارقام القياسيه. خلونا دلوقتي نروح بقى نشوف اخبارنا ايه، عندنا تعليق في صوره نشوف ونرجع معاكم. الحقيقه الصوره اللي معانا النهارده هي مش صوره واحده بس، هم صورتين، واحدة لخالد عبد الفتاح والتانية لمحمد الضوي، كريستو اللاعبين اللي انضموا لصفوف النادي الأهلي اليومين اللي فاتوا، واللي كلنا الحقيقة متفائلين بيهم جدا وحاسين انهم هيكونوا إضافة للفريق، خصوصا كريستو اللي كان ليه استقبال مميز جدا، وده مش بس عشان لاعب جديد حاطين كلنا عليه أمل وطموحات كبيرة، لا وكمان لأنه لاعب من ريحة التونسي علي معلول اللي نقدر نقول عليه بعد السنين اللي قضاها مع الأهلي ومشواره الاحترافي معانا إنه واحد من ولاد النادي الأهلي. يعني عارفة الشيء بالشيء يذكر، يعني يمكن انت ذكرتي علي معلول وانا عجبني جدا الرسالة اللي استقبل بيها علي معلول ابن بلده كريستو لما بعت له رسالة وقال له نصا: نعرف يا أخي أنها رحلة طويلة ولكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة، هنا كل شيء مختلف، التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء، هذا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي. كريستو
مرحبا بك في النادي الأهلي، قلعة البطولات، فخر الأمة، نادي القرن. وإحنا برضو بنقول له مرحبا بك في بيتك وبلدك، وإن شاء الله رحلتك تكون مميزة في القلعة الحمراء وتكون ممثلة لنجمنا علي معلول. دلوقتي فقرتنا الأولى خلصت، تعالوا كده نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مناورتنا النهاردة بتقول إيه. أنا كل شيء مختلف، التحديات كبيرة وطموحات حدودها السماء. هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي. كريستو، مرحبا بك في النادي الأهلي، قلعة البطولات، فخر الأمة، نادي القرن. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا لتاني فقراتنا المناورة. منورتنا النهاردة هتكون عن الأداء اللي بيقدمه النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. النادي الأهلي يا جماعة بيغرد لوحده في الصدارة سواء في مصر أو إفريقيا، وده الحقيقة مخلينا كجماهير بنفتخر دايما بانتمائنا ليه، لأنه موجود مع كبار أندية العالم، نادي اللي ماشي على أصول كرة القدم وملتزم بيها وبكل الأسس اللي حطها الأب الروحي للرياضة لما قال إن الكرة جانب اجتماعي. وعشان كده الأهلي بيعامل الكل بنفس التعامل الراقي، والحقيقة إحنا بنشوف شخصيته وقوته في الأوقات الصعبة، لما بيعوز يرد على انتقادات أو هجوم أو أي حد بيكون الرد في الملعب. علشان كده الحقيقة إن إحنا دايما بندعمه طول الوقت. النادي الأهلي بيخلي كل واحد مننا عارف قيمة النادي اللي بينتمي ليه، وبندافع عنه بروحنا في كل مكان. ما بنرضاش ولا بنقبل بغير إنه يكون في الصدارة، لأنه ده المكان الطبيعي للنادي الأهلي. بالظبط يا هند، يعني لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي إن النادي الأهلي لحد دلوقتي، ودي حاجة تفرحنا طبعا كلنا ولازم نذكرها، مسيطر على الأرقام القياسية في بطولة الدوري. أرقامه هي الأكثر والأشهر في تاريخ البطولة من أول نشأتها، يعني بطولة الدوري هي البطولة المفضلة للأهلي، فلازم كلنا نبقى عارفين ده وجماهيره، والبطولة الأساسية اللي كلنا كنا متعودين عليها من غير أي حسابات. لكن للأسف شمس الدوري غابت عننا للأسف في آخر نسختين لأسباب كتير جدا اتكلمنا فيها كتير، وعشان كده أكتر حاجة همنا دلوقتي ومخليانا ما بنتكلمش غير عنها هي رجوع البطولة لينا من تاني. كلنا مبسوطين ومقررين كمان أننا ما نتنزلش عنها أبدا، ودورنا كجمهور وإعلام أننا نكون في ظهر نادينا ووراه في كل مكان لحد ما نرجع البطولة لدولابنا تاني وحضننا من تاني. عشان كده بجد بجد كلنا فرحانين بالأداء والنتيجة اللي بيقدمها الأهلي في آخر مباريتين، ومتحمسين جدا ومش هنتنازل، يعني مفيش إن شاء الله تنازل. صح، وخصوصا يعني أنت تقولي ده طبعا حقيقي، خصوصا أنه لحد دلوقتي الحمد لله بس نمسك الخشب ده إن شاء الله يبقى خشب. ما عندناش أي خسارة في بطولة الدوري، يعني احنا لعبنا 12 ماتش فزنا في 9 وتعادلنا في 3، وده مخلينا الحمد لله متصدرين الدوري بفارق 5 نقط عن أقرب منافسينا، علشان يكون كل حد في مكانه الطبيعي. ومن الحاجات اللي مخلينا برضو فرحانين هو حالة الفوقان اللي جت للعيبة كتير في الفريق ورجوعهم لمستواهم القوي اللي احنا كلنا كنا متعودين عليه. يعني على سبيل المثال مثلا عمرو السولية كان سبب في فوزنا في ماتشين ورا بعض اللي هم بيراميدز وإمبي. نروح لمحمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه اللي تعرض لانتقادات من الجمهور وضغط من الجمهور، وكان يعني محطوط عليه ضغط كبير جدا الفتره الاخيره، ولكن اول ما جاب الهدف عمل واحده من اعظم اللقطات الحقيقه واعظم الاحتفالات اللي شفناها، وهو انه راح اعتذر للجمهور وقال لهم انتوا والاهلي فوق راسي. والحقيقه خلينا نحيي قفشه على واحد من الاحتفالات العظيمه اللي اتعملت. يعني محمد هيني كمان بيقدم اداء ولا اروع، سواء هو حسين الشحات، الشناوي، علي معلول، كلنا كده حاسين بتفاؤل. وخصوصا كمان يا جماعه احنا في ميركاتو الشتوي او في موسم الانتقالات اللي احنا فيه دلوقتي، في صفقات جديده عملناها علشان تخلينا نقدر ننافس على كل البطولات اللي مشاركين فيها، وده شيء يا اميره بيخلينا متفائلين الحقيقه. يعني احنا ماشيين زي بيقولوا ايه، بيبي ستيبس كده بشكل متزن. مظبوط، وكلها خطوات فعلا يعني توحي بالامل والتفاؤل ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. وعايزه برضو اكمل على كلامك يا هند، ان دايما اللي بيميز الاهلي عن غيره هي الروح. عندنا روح عالية قوي، روح الانتصار اللي بتكون معانا
فين ما نروح وعلى اي ملعب، الروح اللي مخليانا كجمهور احلامنا بالبطولات والانجازات ملهاش نهايه. احنا برضو نادي دايما بيطمح في كل شيء، دايما عايزين نكسب، بنكون لسه مخلصين بطوله وبنفكر على طول في اللي بعدها. هو ده السبب اللي بيخلينا كجمهور بنضغط على لعبتنا، وبنكون عاملين لهم يعني زي المنبه بتاعهم كده، لو في اي حاجه مش صح صوتنا في المدرجات هو الحافز اللي بيخلي اللعيبه تستعيد الثقه من تاني بسرعه. وده مش اخر، ده مش في اخر مباراتين بس، ده الطبيعي فعلا بتاع جمهورنا. واحنا مبسوطين جدا بعوده الروح والثقه اللاعبين اللي ادوا الفوز والاداء القوي، سواء كان في مباراه بيراميدز او انبي. والفوز في المباراتين دول ما كانش فوز عادي بثلاث نقاط عاديه، لا كان رساله قويه لكل الفرق اللي كانت مفكره انها هتنافس وبتفكر انها تنافس الاهلي، وان الاهلي مش قدها. ادينا شفنا كلنا حساباتنا كلها اتشقلبت ازاي وحصل لهم ايه، بمجرد انهم حسوا بس ان الاهلي رجع وفاق. الاهلي يعني ما تقدرش تتوقع، الاهلي مش بتاع خساره يعني، واحنا دايما عندنا كجمهور عندنا دايما امل في الاهلي ان هو دايما هيبسطنا يعني. امل الجمهور ده صح هو اللي ثقه الجمهور في الاهلي، وده يودينا لحته انه الاهلي يا جماعه هو مش نادي، الاهلي ده منظومه كلها مبادئ، المبادئ دي بتمشي كل الامور على خط واحد. صح. مهما تغيرت الاشخاص والناس اللي موجوده، المنظومه منظومه متكامله جماعيه استمرت ومستمره من سنين طويله جدا وهتستمر سنين طويله جدا. المنظومه دي هي اللي حسمت اهم المباريات، هي اللي حسمت اهم البطولات والانجازات، عشان النهارده نقدر نشوف القلعه الحمراء هي الاكثر تتويجا في العالم بالبطولات ب 100 في 141 مناسبه بعد ريال مدريد. والحقيقه انه لما انت بتتكلمي عن الجمهور، من اكثر ومن اقرب الهتافات لقلبي على الحلوه والمره معاك اللي بيقولها الجماهير وبنقولها كلنا، والحقيقه دي مش مجرد جمله بتتقال، دي حقيقه وواقع بنعيشه كلنا. حقيقي. عشان كده احنا دلوقتي بنرفع قبعه لادارتنا للاعبتنا وبنقول لهم شكرا، وبنقول لهم كمان ان احنا واثقين ان انتوا قد المسؤوليه سواء في الدوري افريقيا او كاس العالم للانديه. هنلعب لاخر ثانيه ومحدش هيبخل باي مجهود، وطبعا مش هنقدر ننسى لاعبينا المصابين وبنتمنى لهم الشفاء العاجل، وبنتمنى كمان التوفيق لكل اللاعبين الجداد اللي جايين، الصفقات الجديده اللي جت الاهلي. علشان نحلل بقى اكتر مباراتين الاهلي ونشوف ازاي اللعيبه رجعت تاني لمستواهم، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني بالاستوديو التحليلي، استنونا. ورجعنا لكم مره تانيه ولسه مكملين معاكم فقرات برنامجنا، ودلوقتي وصلنا معاكم للاستوديو التحليلي. زي ما قلنا لكم هنحلل معاكم دلوقتي مباراتين الاهلي، ونشوف ازاي اللعيبه رجعت من تاني لمستواها وتصدر الاهلي لترتيب جدول الدوري، وكمان هنتكلم عن الصفقات الجديده والاضافه اللي هيقدموها للفريق، وده هيفيد ازاي في بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه. هنتكلم في كل حاجه مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده، الناقد الرياضي اسر حسين واسلام محمد. اهلا بيكم. مغلطتش في اسمك على فكره. انا للحظه حسيت ان انا هغلط في اسمك. كان في تردد يعني اسر ولا اسر من اخر حلقه المفروض كنت لا خلاص لا طبعا. من ساعتها بقى بنقولها كتير. انا عارفه بس انا افتكرت قلتي اسم اسلام زي الفل. لا والله لا، اصل الاسم برضه ماشي. اسر ياسين، انا خفت بس اخش على هو على نفس الوزن. اسر حسين منورنا. مهلك زيت حريفه كله تمام. والله انتوا اللي حريفه النهارده، احنا جايين نفهم منكم. نبتدي منين؟ زي ما انتوا عايزين. نبتدي باسلام عشان اول مره يبقى النهارده. قول لي، كلمني عن ماتش الاهلي وبيراميدز. طبعا في الاول ان انا فخور ان انا موجود معاكم في قناتنا دينا العظيم، طبعا قناه النادي الاهلي. وطبعا هبدا زي ما حضرتك قلتي، مباراه بيراميدز الحقيقه كانت مباراه كبيره جدا، خاصه ان الاهلي الفتره اللي فاتت كان في ازمات سواء في الملعب اللي كان بيلعب فيه، سواء استاد السلام او حتى كتشكيل داخل الملعب. ولكن شفنا الاهلي رجع في مباراه بيراميدز، ثلاث اهداف امام فريق كبير بحجم فريق بيراميدز بالسكواد اللي معاه. الحقيقه كنا مفتقدين المنظر الجميل الفتره اللي فاتت، ولكن قدر النادي الاهلي يخلص المباراه زي ما هو عايز. ثلاث نقط كانوا مهمين جدا، شفنا اداء، شفنا نتيجه، شفنا روح كمان واصرار وعزيمه من كل اللاعبين المتواجدين في الملعب. برغم إصابة كريم فؤاد حتى في خروجه، طبعا بنتمنى له طبعا كل الشفاء بعد إصابة أكرم توفيق، ولكن الأهلي خد اللي هو عايزه من المباراة، مباراة جيدة، مباراة مهمة، وأهم حاجة إن الأهلي طلع بالثلاث نقط في الآخر. بالظبط مظبوط.
فوز مهم جدا طبعا على منافس يمكن الفتره اللي فاتت كان بيخش مع الاهلي والزمالك مع القطبين دايما في المنافسه. مكاسب كتيره جدا، مكسب بالنسبه لي شويه كان خارج الملعب هو عوده الجمهور الاهلي الحقيقي. عايز اتكلم عن الجمهور الاهلي رجع المدرج، الجمهور الاهلي الحقيقي اللي احنا عارفينه، اي حاجه ممكن تحصل في الملعب ايا كان المنافس يقدر يعني مش يحرك الحجر يعمل اي اعجازات زي يعني احنا تعودنا مع الاهلي على مش على الانجازات على الاعجازات. فبالتالي عوده الجمهور كانت مهمه جدا المباراه دي، بعتبره اللاعب رقم واحد في او اهم مفاتيح الفوز. كولر ادار مباراه بامتياز واحده من افضل مبارياته في الدوري الموسم ده. حاجات كتير كان رغم الاقتناع الجمهور جدا بكولر بس كان مثلا تؤخذ عليه شويه مثلا يقول لك بيأخر التغييره وكده، بين مرونه كبيره جدا تكتيكيه في انه لما انا بعمل يا هند ويا اميره تغييره في اول نص ساعه دي بتبقى رساله للعيبه ان انا في حاجه مش مظبوطه وما عنديش الكبر او الـ يعني بيسموها ايه الايجو بتاع المدرب ان انا التكتيك ان انا ممكن انا عملت حاجه غلط، لا 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 هطلع حد من المنظومه وغير حد. فتغيير حسين الشحات كانت مهمه جدا بدري قوي، انا حاسس ان في حاجه في التشكيله مش مظبوطه. بعدين تغييره برده بدء بمحمد شريف في اول دقيقه في الشوط الثاني اعتقد انها فرقت جدا. تالق السوليه طبعا بقى هو دلوقتي اتحرك السوليه وترمومتر اداء النادي الاهلي، النادي الاهلي كله بيتحرك واحده من افضل مبارياته. بعتقد انه الفوز كان مهم جدا، عوده الانتصارات من ثاني فوز يتدفى بفوز كمان الفوز اللي بعديه بتاع ماتش انبي. اعتقد انه كانت مباراه مهمه جدا، عوده افشل التسجيل نفسيا مهمه جدا ولقطته مع جمهور مهمه جدا. الطبيعي مهما لقطة حصل لقطه شيك من 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 جمهور راقي جدا ومن لاعب مهما كان بعد شويه او حصل حاجز بسيط نفسي بينه وبين الجمهور يعني بتهيألي مش خافي على حد يا هند واميره قد ايه قفشه بالذات ليه مكان في قلوب جماهير الاهلي وكلنا عارفين ليه هدفه الاغلى يمكن في الفتره في العشر سنين الاخرانيه القاضيه طبعا. فبالتالي عمل كمان اللي كان فنيا كل جمهور الاهلي بيتمناه، يعني الناس كلها عارفه قدرات قفشه، التحرك اللي حصل في الماتش كسر تكتلات فريق صعب زي انبي بيلعب مباراه بدنيه قويه جدا النادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي الشوط الاولاني ما كانش في افضل حالاته، الشوط الثاني فتح المباراه بهدف قفشه مهم جدا وطبعا واحده من احلى اهداف في الموسم بتاعت اليو ديانج امنت الفوز طبعا ما شاء الله. اليو ديانج كنت حاسه ان في دبابه داخله، في دبابه ما شاء الله. لا الجون يعني الجون بتاع اليو ديانج ده حسيت ان انا بشوف ماتش بره مصر حقيقة. كان بيقول انا بطلب منه ده التحرك ده الدايموند او التحرك اللي هو اللي عمله في اللي في وش الملعب ده لوحده يكسر اي تكتلات، لانه انت بتستغل ان فريق انبي واقف بيلعب شويه مان تو مان او 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 ماسك الماركر بتاع كل لعيب. الحاجه الوحيده اللي ما توقعهاش اي مدير فني مهما قفل ان لعيب وسط الملعب يتقدم بالكوره ويروح يكسر التكتلات كلها ويروح هو اللي يبقى مكان المهاجم او اللي جايب وشه. فبالتالي طبعا هدف كان ممتاز، اتمنى ديانج يعملها كتير الموسم ده. ده حقيقي ديانج لعيب كبير قوي ويمكن هي دايما وجهه نظر المدرب اللي بتطلع من اللعيبه. خلونا كمان نتكلم عن عمرو السوليه، وهو كمان انا هاخد برضو من اخر حاجه اسر اتكلم عن ديانج فيها، لان كمان مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال بالفعل كده، قال ان هو اتكلم معاه بين الشوطين تحديدا وبيطلب منه الزياده العدديه. ديانج خلي بالك في الحته دي اميره ويا هند في الحته دي مميز جدا، بيزيد كمان لقدام، يعني ما شفناش صدفه ان هو المباراه دي فقط اللي هو زاد فيها، لا دايما بيحب يزيد لقدام، دايما كمان بيسدد على المرمى. هدف مارادوني فعلا زي ما انت ما قلتي هو فعلا من الاهداف او من العمل النادره اللي احنا بنشوفها في الدوري المصري. عمرو السوليه اكيد طبعا بنتمنى طبعا لليلى طبعا بنت عمرو السوليه كل الشفاء طبعا. الحقيقه عمرو السوليه دايما في مباراه بيراميدز كمان تحديدا بيفوق على بيراميدز. يعني شفنا لو رجعنا للنسخ السابقه هتلاقي دايما عمرو السوليه في مباراه بيراميدز تحديدا بيسجل وبيعمل اداء رائع. شفنا ده كمان كم الاستمراريه في مباراه انبي، كانت مباراه عظيمه جدا زي ما اسر قال، تكتيك وفي الملعب وفنيا وكل حاجه، حتى لقطه الجمهور مع قفشه كانت لقطه مميزه جدا. سيظل بالفعل قفشه في قلوب كل الاهلاويه هو مختلف تماما، يمكن الكيرف لكل اللاعبين بينزل وبيطلع ده امر طبيعي جدا في كره القدم، ولكن قفشه سيظل داخل قلوب وعشاء النادي الاهلي هو عمله نادره، لان قفشه بهدف القاضيه ممكن ده لو ما كانش حصل اعتقد كان الموضوع هيختلف تماما. عمرو السوليه طبعا زي ما انت ما قلتي لاعب مميز، الفتره الحاليه بيمر كمان يعني عارف كمان ان هو يفصل ما بين مرض بنته وما بين الملعب، وهو ده اللاعب المحترف وهو دي شخصيه كمان وهويه لاعبي النادي الاهلي زي ما انتم قلتوا بالظبط. عايزين برضو اسر يكلمنا عن عمرو السوليه. الحقيقه ميرا
الفتره اللي فاتت يمكن ما قبل كولر كان اعتماد النادي الاهلي دايما على لعيب رقم 10 او صانع اللعب، وقفشه طبعا كان هو محور الارتكاز او بتبني الخطه في تقسيم اللعب او الفوكل بوينت بتاع الفرقه. مع بدايه كولر اظهر لينا كجمهور وكمحللين انه انا مش يعني صانع لعب مش شرط العب بيه، بهتم قوي 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 بالجناحات وممكن العب، يبقى اهم لاعب عندي اللاعب الثاني في وسط الملعب، لو في حد بيغطي سواء حمدي او ديانج في مركز الستة انا عايز رقم 8. وهو لقى ضلته في عمرو السولية انه ده اللي بيحرك الفرقه. لو عمرو السولية في الفورمه بتاعته في اليوم هو اللي قادر ينقل الفرقه. تكتيكيا كان هو اهم لاعب بيستخدم في مباراه بيراميدز، لانه برده بيراميدز كانوا منزل كل الكويره اللي عنده عشان يضغط على دفاع الاهلي من بدري، كان منزل اسلام عيسى ورمضان صبحي وفخري لاكاي كل الفرقه دي. لكن واحده من افضل مباريات منعم، واحده من افضل مباريات ياسر ابراهيم، قدامهم طبعا عمرو السولية. عمرو السولية في اول ماتش كسر يعني كل التكتيكات اللي كان عملها بيراميدز، بحيث ان هو يقفل المساحات على ان تدوير الكوره بين لعيبه النادي الاهلي، اتفتحت بس سنه التصويب صحيح، وده سلاح مهم جدا. فقدر عمرو السولية يفتح الماتش. الجون الثاني الحقيقه عمل اللي يعني كانه ولا اهم فرود عندي في الفرقه، يعني ارتقاء بامتياز مش مطلوب منه في مركزه انه يكون بثقه. توجيه الكره هند غريبه دي من علقه من لونها الفراوده، انك اقطع الكره على الاول، خد الخطوه وجه بدماغك. عمرو السولية عمل كده في جول. عايز اقول لك كنا ساعتها في الاستاد كل الناس في الاستاد قعدوا يقولوا الكره دخلت ازاي ازاي من هنا. لا جول ارتقاء مش هد عادي، يعني مش عرضيه عاديه اللي هي البيزك او التمبلت اوفر، يعني لا، هي فيها فن من عمرو السولية. فبالتالي عمرو السولية لو في الفورمه، الاهلي في الفورمه، فبالتالي ماتش بيراميدز بعديه كمان ماتش انبي، فبعتقد انه ده مهم جدا. الثقه اللي رجعت عمرو السولية، الهدف واحد من اجمل الاهداف، بعتقد ما اداش فرصه لاحمد شناوي انه يشوفها حتى قذيفه في نص يعني ما شافها. ما شافهاش هنا طبعا. ارتقاء ممتاز يعني الحقيقه، لعب دور مهاجمين النادي الاهلي الثلاثه الحقيقه، عمرو السولية مع زمايله هنا الحقيقه. المشهد ده واحتفاله عن طريق مؤمن زكريا طبعا، وان هو يروح لحد الجمهور، عارف هو ده اللي بنتكلم عليه، البوند اللي بين اللعيبه والجمهور طبعا. تحسي كمان، انا كنت بقول لك هند واميره انه حتى كان اسلام لسه بيتكلم على الجمهور، انه ان انا بالنسبه لي كان اهم مكسب عودته في ماتش بيراميدز. تحس اللعيبه نفسها هي وحش الجمهور ده بتاع النادي الاهلي بالعدد اللي المفروض يخش بـ 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 بالهتافات اللي هم حافظينها اللعيبه، فكان يعني تحس هم كمان كانوا مشتاقين ان الجمهور يرجع. صحيح. وان هم فرقه معاهم نفسيا جدا. فطبعا اوفر ممتاز من حسين الشحات، في ناس قطع القريبه كويس قوي عمرو، يعني ارتقاء ممتاز، توجيه وكل حاجه. كرة صعبة جدا جدا على فكرة، عشان في ناس طلعت اتكلمت وقللت من الهدف وان هي غلطة احمد الشناوي. على فكرة كرة خادعة جدا الكرة، تغيير الاتجاه وكروه بتلف وراكب على سابق طبعا مدافعين انبي، كسبت سوري بيراميدز، كسبت الكرة المشتركة بينهم. فبالتالي عمرو السولية بتمنى يكمل الموسم، في استحقاقات مهمة جدا محتاجين عمرو يكون في الفورمة ليه. احنا داخلين على كأس عالم الأندية وداخلين على كأس أفريقيا، محتاجين عمرو السولية القائد اللي تعودنا على أداء الممتاز في الفترة الأخيرة. عموما كنا محتاجين الروح دي، كنا محتاجين الثقة دي تجي لنا من الماتشين وتشجيع الجماهير، ده للي جاي بقى إن شاء الله. صح بالظبط. نروح من عمرو وديانج لحسين الشحات، ياسر إبراهيم. برضو ياسر إبراهيم وحسين الشحات فاقوا الفترة الأخيرة وبان قوي فرق الأداء بتاعهم. شوف ده سببه إيه؟ أنا هكلمك الأول عن ياسر، لأن ياسر من نوعية اللعيبة الرجالة جدا. اللعيبة المقاتلة جدا، وأي حد بيتابع التدريبات النادي الأهلي من داخل استاد التتش هيتأكد من الكلام اللي إحنا بنقوله ده. ياسر لاعب استثنائي. ياسر ممكن يقعد فتره ما بيشاركش، ولكن لما بتديله مباريات ياسر بيشارك بشكل جيد جدا، ما بتحسش ان هو بعيد عن المباريات، دايما فورمه، دايما بيشتغل كمان على نفسه. لاعب عنده اصرار وعنده روح كبيره جدا في الملعب. لا، ياسر لاعب استثنائي داخل النادي الاهلي، بيحللك مشاكل كتير في خط الدفاع، يعني سواء حتى لو متولي مصاب او حتى محمد عبد المنعم، دايما الحقيقه بتلاقي ياسر موجود كصخره وهادي في الدفاع. وبيطور من نفسه كمان، يعني ياسر الاول ما كانش عنده الحته الملكه اللي هو يقدر ازاي يطلع بالكوره من تحت، دلوقتي الموضوع اختلف تماما في وجود كمان كولر، ومن قبله كمان، يعني من لحظه رحيل موسيماني من النادي الاهلي بدا ياسر ان هو يطور من نفسه، لان كانت الحته دي بالفعل ناقصه عنده. ولكن شايفين دلوقتي ياسر ابراهيم مختلف. لو جينا بقى اتكلمنا عن حسين الشحات،
حسين دلوقتي اصبح كاريزما داخل النادي الاهلي. هو ده حسين اللي احنا كنا متعودين عليه الفترات اللي فاتت ما قبل النادي الاهلي، قبل ما يجي من العين الاماراتي. هو ده حسين بتاع المقصه اللي كل الناس كانت بتشاور عليه وبتقول حسين الشحات. الحقيقه عمل الفتره اللي فاتت اداء رائع مع النادي الاهلي. العرضيات بتاعته كمان بدا يتقنها بشكل كبير. عامل حاله جميله جدا مع كولر. الحقيقه الراجل كمان يعني بدا الفترات اللي فاتت يديله وبدا ان هو يشاركه باستمرار الفترات اللي فاتت. حسين كمان عنده اكتر من كده بكتير طبعا. جمهور النادي الاهلي ده اللي الحقيقه بص يعني من خلال قناه النادي الاهلي انا بحييهم عوده النادي الاهلي لاستاد القاهره، هو مكسب كبير طبعًا. جدا مستر كولر كمان تحديدا في المؤتمر الصحفي طالب ان هو يرجع لاستاد القاهره جداً. بالفعل هنشوف اعداد اكتر من دي هند ويعني في استاد القاهره لو الاهلي استمر في مبارياته على اللعب على استاد القاهره. برضو اسر عايزك تكلمني عن الاداء الرائع برضو ماتش ام بي والاهلي يعني. طبعا الاداء استمرار ليه يعني انت ممكن ماتش كبير يرجعك الكره دايما تديك فرصه انك ترجع في ماتش ليه اداء كويس. ماتش بيراميدز كان نقطة مهمة قوي، نقطة تحول في الموسم بالزبط. انه بتكسب واحد تبعد حد من المنافسين عليك في اللي بينافسوا معاك في الثلاث مراكز الأولى بتكسب عليه بنسميه ماتش بستة بونت لأنه أنت بتبعده جدا وبتوسع الفارق. ودلوقتي الحمد لله الفارق بيننا وبين أقرب منافس 5 نقاط وبينهم أكتر 6 نقاط تقريبا. بعدها كان في استكمال الأداء ده والروح ده في ماتش إم بي. كولر الحقيقة لو استثنينا المباراتين في الدوري اللي اتعادل فيهم أو تعثر النادي الأهلي بالتعادل بس عنده سلسلة ممتازة بتتمنى انها تكمل ان شاء الله لحد اخر سيزون سلسلة لا هزيمة. الراجل من ضربة البداية من 9 اكتوبر في مباراة اتحاد منستيري كان باين جدا انه بادئ المباراة بيهاجم اتحاد منستيري في تونس. كل المباريات اللي خدها في الدوري فوز، كسب اتحاد منستيري رايح جاي، وبعدها كل مباريات الفوز تعثر مرتين بس. فانت عندك طوال الموسم الحمد لله باذن الله نكمل كده لحد اخر سيزون سلسلة لا هزيمة. يحسب لكولر طبعا الارقام الممتازة دي، لكن يحسب له كمان انه ما كانش مدرب فنيين اللي اول ما جه قال طب انا عايز وعايز وعايز. هو طلب الاداره عرضت عليه انه تجيب له لعيبه بعينها، قال لا انا عايز اشوف المجموعه اللي عندي واشتغل بيها. اشتغل بالمجموعه رغم ان احنا كلنا عارفين حتى يعني الزملاء في القناه هنا بينادوا بصفقات كتيره يس. اشتغل بيهم ودلوقتي انت متصدر الدوري متاهل في افريقيا باللي عندك رجع لك باللي عندك، فبالتالي تدعيمه مهم جدا. وبالفعل الاداره دخلت بشكل قوي في طبعا خالد عبد الفتاح وكريستو والاثنين انا متفائل جدا بيهم. كريستو عنده استنى هنتكلم عن الصفقات الجديده، لكن هنروح نشوف راي الجمهور في مباراه الاهلي وام بي والاهلي وبيراميدز ونرجع لحضراتكم. السوليه جرب حظك، السوليه جرب حظك، جول. قلت جرب حظك، قلت يا ابني جرب حظك. سمع السوليه الكلام والشناوي قال مش شايف. الاول للنادي الاهلي وعدى اليوم مره اليوم مره اليوم انا شايف ان الاداء بيتحسن والنتائج ما شاء الله ماشيه كويس. وده انا بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلسه على ان هم بيدوا فرصه للمدرب ان هو يشتغل وان هم صبروا عليه لغايه ما تاقلم مع الدوري المصري. وان شاء الله النتائج اللي جايه مبهره، بس احنا كجماهير النادي الاهلي نصبر على الفرقه وندعمها. اللعيبه ابتدت تبقى على قلب رجل واحد زي الاول ورجعت تروح الفانيلا زي ما تعودنا عليها ورجع يعني الحمد لله. شايف ان الاهلي بيزداد يعني من حتى مباراه ام بي كان في تكتيك اعلى، كان في لعيبه بتنافس احسن من 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 ماتش بتاع بيراميدز. المدرب طبعا خد وقته دلوقتي وقدر يوصل للتشكيله الاساسيه، واعتقد انه بدا يحط دلوقتي ايده على الفراوده الاساسيين. فاعتقد الاهلي في الفتره اللي جايه هيكون افضل ومع التدعيمات الجديده طبعا الاهلي ان شاء الله هيكون في الصداره. والاداء الحمد لله في تحسن في ماتش بيراميدز بالذات والماتش اللي هو ام بي الحمد لله احسن، بس في فرص كتير بتروح من المهاجمين في الانفرادات. عايزينهم يعني ان شاء الله كده يقدروا يجيبوا جون من اول لمسه قدام الجون. والله انا شفت روح جديده في الفرقه يعني بعد في الماتشين دول بعد التعادلات اللي حصلت والمستوى اللي كان مستوى الهابط شويه وكده، وكان في ظروف يعني ليها يعني، لكن انا شايف ان الفرقه ابتدت يعني تحس بالمسؤوليه وحست بان الجماهير يعني كلها مش راضيه عنهم، فرجعوا دلوقتي ولعبوا بروح جديده خالص. رجعت الروح بشكل كويس ومن جديد، دي نمره واحد.
نمرة اثنين التجانس اللي كان مفقود في النادي بالنسبة للناس اللي كانت أساسية وبعدين كان مريحها وبعدين ابتدى يرجعها ابتدى يتحطوا في كل واحد في المكان المناسب بتاعه، ودي أحسن حاجة اتعملت لحد دلوقتي، وخصوصا بالنسبة للهجوم اللي هو شامل الشحات ومحمد شريف وعبد القادر. معلول معلول السوليه جرب حظك، السوليه جرب حظك، قلت جرب حظك، قلت يا ابني جرب حظك، سمع السوليه الكلام. فرحه كبيره يعني جمهور الاهلي هو فرحان حاجه جميله كده، عايزينه على طول فرحان يا رب. قبل ما نطلع فاصل اكتر حاجه لفتت نظري كلام من كلام اسلام وآسر، حد من الجمهور كان بيقول شفنا روح جديده. ايوه هي دي هي الروح. هي الروح ومهمه، توقيتها مهمه قوي نفسيا جدا، واحنا داخلين على استحقاقات مهمه. بالظبط. قبل الفاصل كنت بتتكلم عن الصفقات الجديده. ايوه رايك ايه بقى في الصفقات الجديده؟ لا طبعا بدايه كويسه جدا، بتخلي لما الاداره تخش بقوه كده بدري تدي رسالة بتطمن الجماهير ان احنا داخلين بقوة، عارفين ان في نواقص كتير جدا جدا جدا، وهندعم الراجل ده اللي زي ما كنت يا هند بتقولي من شوية انه عامل السلسلة اللي هزيمة اميرة من غير يعني لسه باللعيبة اللي موجودة بالمتاح من غير ما يطلب لعيبة مبالغ فيها او كده، فبالتالي دعم ده مهم جدا. كريستو انا متفائل بيه اولا عشان سنه وعشان عشان شفته كمان، واستثمار في لعيب صغير يكبر ويتربى عندك، وان شاء الله باستمرار لأسطورة النادي الاهلي علي معلول اللي بيتساوى دلوقتي في صناعه الاهداف مع عبد الله السعيد 38، ودلوقتي المعلول بيبص على التارجت الجديد او الاستحقاق الجديد اللي هو حاطه انه يوازي رقم احمد فتحي ب 45 هدف ان شاء الله يوصل له باذن الله الماتشات اللي جايه. كريستو سجل لعب اربع ماتشات او سجل فيهم خمسه تقريبا، سجل في كل الفرق اللي لعبها من حمام سوسه للبنزرتي، بس انا كمان تفائلت جدا بالهدف اللي جابه في بنزرتي. ليه؟ ان في روح من او في ملامح من جينات الاهلي اسلام. صحيح. سجل هدف في الدقيقه 93 هو ده. فاحنا عايزين اللعيب ده يخش على طول يعني ايه يحصل دمج كده مع روح النادي الاهلي. سجل هدف الفوز ساعتها كان 1-1 نجم ساحلي، وهو سجل هدف في البنزرتي في الدقيقه 93، فبالتالي البلس 90 دي احنا والبلس 90 بتاعت الاهلي ان شاء الله باضافه مهمه جدا. خالد عبد الفتاح لعيب كلنا شفناه بيلعب مش الباك اللي بيقف، بيلعب للخط، فكره الوينج باك انه بيزيد لحد اخر مش من الباكات اللي بتخاف، بيهاجم بيجيب جوان من الشوط، بيلعب بدماغه، جايب جون في الاسماعيلي بدماغه، فبالتالي حتى بيخش للعمق. لعيب مهم جدا في توقيت صعب جدا على النادي الاهلي، كلها اقدار والحمد لله يعني احنا راضيين بيها. صحيح. واللعيبه بتاعتنا ربنا يلهمها الثبات في اللي حصل، لكن غريبه جدا في الكوره وصعبه هندو، صعبه اميره انه في شهر واحد ثلاث اصابات صعبة. من بتقارن الاصابات عندك بمدى صعوبتها عضليه ولا، انما مصطفى شوبير غضروف الركبه، اكرم توفيق الصليبي في الرجل الثانيه، واخرهم طبعا كريم فؤاد في عز التوهج بتاعه وتالقه. معلش رب دارة النافعة ان شاء الله يعني يرجعوا اقوى واقوى. فبالتالي كان التدعيم بالمركز جابها اليمنى كمان في ظل اصابه اكرم وكريم، وجود محمد هاني طبعا وتالقه دلوقتي مع وجود خلف فتح اعتقد يعملوا جابها مهمه جدا. داخلين على دوري الابطال، داخلين على كاس العالم، محتاجين كل التدعيمات الممكنه. فبالتالي بعتقد انه البدايه مبشره جدا بالصفقتين، كلام عن لعيبه اقوى جايه في الطريق، مش عايزين نقول على حد. أيوة مش بس حد ما ايه يطلعوا كده عارف انت نقول بينا وبين بعض. ساعات هند واميره يتكلموا على لعيب يقول لك لا اشوفه بتيشيرت اشوفه ان شاء الله اي حد فيهم يعني يبقى اضافه للاهلي، وهو يتشرف بارتداء قميص النادي الاهلي، واحنا نتشرف بانه يكون اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله. اسلام عايزك تكلمني برضو عن الصفقات الجديده وعن فكره، في ناس طلعت اتكلمت قال لك طب وانت ليه تجيب لعيب صغير وتشوف لعيب صغير من اللي عندك؟ بصي انا هكلمك الاول عن كريستو لان انا متفائل باي لاعب تونسي وعلي معلول موجود. الحقيقه علي معلول بيذلل اي حاجه. يعني انا فخور ان احنا عندنا لاعب في النادي الاهلي بحجم علي معلول. الفكره اللي طرحها كمان علي معلول والكلام اللي قاله لكريستو وهو جاي يا ياسر في الطريق، الحقيقه كانت حاجه مميزه جدا الرساله، حاجه عبقريه الحقيقه. ودايما دايما الاهلي دايما ولاد بافكاره ودايما هو بيصنع الحدث. الفكره نفسها مميزه جدا، وبشكر صاحب الفكره او المسؤول عنها، الحقيقه حاجه مختلفه ومميزه جدا. كريستو بقى لو جينا اتكلمنا عن اللاعب نفسه، لاعب واعد، لاعب قوي جدا، انا متابعه على المستوى الشخصي، اتكلمت كمان مع مدربه المقشر اللي هو المدرب النجم الساحلي. الحقيقه الناس كلها بتتكلم عن جوهره النجم الساحلي هو كريستو. فخر لينا بجد ان احنا تعاقدنا مع لاعب زي ده. طبعا اللاعب لسه طبعا عنده كتير،
صغير السن زي ما حضرتك قلتي، ولكن هو كبير في في الاداء والفنيات والمستوى والقدرات كمان. اعتقد هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي، هيكتب شهاده ميلاد جديده مع النادي الاهلي خلال كاس العالم للانديه. وافتكري كلامي اللي انا بقوله لك ده وهنرجع له تاني، لاعب كلنا متفائلين بيه. تيشيرت النادي الاهلي كمان يعني الحقيقه بيدي باور وطاقه لاي لاعب يجي النادي الاهلي. فاعتقد كريستو صفقه واعده جدا، صفقه رابحه بالنسبه للنادي الاهلي، ما حدش ابدا يقدر يقلل منها او يقول ان هو لاعب صغير السن. اصلا لو مش هجيب لاعب صغير السن فانا اوروبا كل الدوريات في اوروبا من 18 و17 سنه اللعيبه الحقيقه يعني بزيز. احنا هنا عندنا بيبقى اللاعب عنده 22 و23 سنه، وفي انديه بتقول لك ده ناشئ. فالحقيقه يعني حاجه غريبه جدا، اللعيبه بره في اوروبا عندها 17 و18 سنه وبتلعب في اكبر الانديه في اوروبا. يعني هم احنا بنتكلم عن يا جماعه لعيبه ارقامهم مرعبه، بص سنهم عندهم. صحيح. لو جينا اتكلمنا عن خالد عبد الفتاح، الحقيقه اضافه قويه جدا في الظهير الايمن. حقيقه كريم فؤاد واكرم توفيق تحديدا، يعني خليني اقول لك يعني ما عندوش حظ، يعني البطوله اللي فاتت برضو قبل كاس العالم للانديه برضو اتصاب ايضا بالصليبي، فما عندوش حظ. ان شاء الله طبعا كريم فؤاد واكرم توفيق تحسي ان الاثنين حاجه واحده. صحيح. الجينات واحده، الروح واحده يا ياسر. يعني قرايب كده. بالفعل عندهم قوه تحمل وعندهم اصرار وعزيمه، ويعني هو ده بقى، هو ده النادي الاهلي. دايما اي لاعب بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي بتحس ان هو مختلف تماما. فان شاء الله طبعا بنتمنى لخالد عبد الفتاح كل التوفيق، لاعب مميز، لاعب زي ما انت ما قلت لاعب فراق. لاعب حلو علينا، لاعب فراق كده يعني بيديكي ممكن يحل لك مشاكل كتير في الملعب، هيديكي في كل مكان في الملعب. لاعب جوكر، يعني احنا دايما كان الاهلي دايما بينقصوا حته الجوكر دي طبعا، ولكن دلوقتي وجود خالد عبد الفتاح هيحل لك مشاكل كتير جدا هتحتاجه في اي مكان هتلاقيه، باستثناء كمان الباك رايت. اعتقد عين كولر وعين مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يتعاقدوا تحديدا مع خالد عبد الفتاح، وبقول لهم شابوه ان هم قدروا يجيبوه حتى لو اعاره 6 شهور وفي بند في العقد بنيه البيع. لو الاهلي حب يفعل البند ده اعتقد هيكون اضافه قويه جدا بجانب كريستو في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. ان شاء الله. بتشوفوا يعني فقدان الدوري اخر موسمين يا ياسر بيمثل ضغط على الاهلي، ضغط سلبي ولا ايجابي؟ يعني سؤال حلو جدا يا اميره. الموضوع اعتقد انه ممكن يتاخد ناحيتين، سلبي بانه انت النادي الاهلي مش طبيعي، وهو الناس يعني في انديه غيرنا مش عايزين يعني نذكر اسماء بالنسبه لهم عادي بقى بال10 ولا 20 سنه النادي الاهلي انه يفقد الدوري موسمين انه يفقد الدوري. انا بقول لكم حقيقه يعني بنقول حقائق، ان الاهلي يفقد الدوري موسمين تانيين دي كارثه كبيره جدا. فبالتالي مجلس اداره، المدير الفني، اللعيبه على درايه تامه بده، بيمثل ضغط، لكن زي ما كان اسلام بيقول هذا قدر انك تكون لاعب في النادي الاهلي. انت واحد ضغط عشان فقدت البطوله موسمين، انت طول الوقت تحت ضغط، بتنافس على كل البطولات كل موسم. صحيح. والجمهور بيطالبك دايما انك تكسب على طول. فبالتالي في ضغط، لكن كل اللعيبه اللي داخل منظومه النادي الاهلي واخدين على الضغط ده، متعودين عليه. اعتقد ان كولر في فتره قصيره جدا ادرك ده، والنتيجه والشاهد على ده النتائج بتاعته، انه عارف انه الامور بتمشي بالتوازي بارلل ما بين نتائج في دوري الابطال وما بين الفوز في الدوري. التصدر مهم جدا دلوقتي في المرحله دي. اعتقد المباراتين القادمين اللي قبل الذهاب لكاس العالم للانديه مهمين جدا، ان انا اتصدر واحافظ على فارق 5 نقاط ان شاء الله يتوسع في احتماليه ان المنافس يتعثر تاني. عايزه اكلمك عن ده، عن ماتش الاهلي والمصري. ماتش مش سهل اكيد أبدا. وعايزاك تقولي كده توقعاتك للماتش ده، الاحسن حاجه او احسن تشكيل زي ما بيقولوا الماتش الاهلي والمصري. بعتقد يا هند انه في ناس كانت بتتكلم على عدم ثبات تشكيل، لا، في ثبات تشكيل مع كولر. التدوير بيحصل في حدود ضيقه جدا، ده مهم جدا للنادي الاهلي. اسلام كان بيتكلم على تالق ياسر كمان على يعني ياسر، هي دي الفكره في يعني كلنا لما علمنا الكوره دخلنا كده، ان في لعيب اساسي وفي لعيب احتياطي. انت بتستنى ان بس حد من زمايلك يا اما يخرج لاسباب فنيه او يتصاب عشان انت تاخد مكانه. فبالتالي منظومه كولر اللي بدا بيها واللي مقتنع بيها جدا هي منظومه منعم ومتولي. عوده متولي الماتش الجاي حاجه مهمه جدا، اضافه النادي الاهلي الماتش المصري. عوده طاهر ده خبر سار جدا لكل جمهور النادي الاهلي انه يخش القائمه بعد اصابه طويله، وده واحد برده من اللي كولر بيبان
من اول الموسم انه عايز يعتمد عليه، من اكتر لعيبه اللي كان بيعتمد عليها، فقدانه اثر على اداء النادي شويه. طاهر ينزل اساسي من اول الماتش شايف؟ بعتقد مش هي بعتقد مش هيبدا بيه. بالظبط ريكفري. وفي العاده لما ترجع لعيبه هنا هياخد تدريجي، هياخد مثلا ربع ساعه في نص ساعه في شوط لحد ما يقدر يكتمل لياقته البدنيه ويرجع لفورمه الماتش. يعني ممكن نشوف حد من اللعيبه الجداد مثلا في الماتش ده ممكن يخشوا القايمه. اعتقد ده نفسيا مهم جدا يا اميره ليهم، انه ممكن يخشوا القايمه يحس ان هو داخل ال 18، انه يشارك يعني ممكن ياخد دقائق بسيطه بحيث نخش في الفورمه. لكن الشاهد هنا انه احنا تصدر مهم قوي دلوقتي يا هند واميره، احنا داخلين على كاس العالم للانديه. فاكره انا كنت فاكريني حريفه يوم القرعه، انا كنت معاك. ايوه يعني لفت وجات لك، لانه الحقيقه فعلا اهلي ظلم، لازم معلش ابروز ده، ظلم جدا في اللي حصل في دوري ابطال اللي فاتت. وربنا رجعها لك، ربنا رجعها لك، لانه في ناس بتستميت ان النادي الاهلي، حصلت لو تفتكروا في 2007 فاكر اسلام، صحيح انه كان في استماته ان النادي الاهلي ما ياخدش 3 دوري ابطال على وفضيحه. وطبعا يعني كان على ارضك هنا كمان على أرض يعني كان على ارضك من ابرز يعني في تاريخ بطولات افريقيا، من ابرز الفضائح كانت وجود العرجون في المباراه واللي حصل في المباراه. فبالتالي انت حرمت بفعل فاعل منها، بتتكرر دلوقتي في دوري الابطال السنه اللي فاتت. الاهلي هزم قبل ما يروح المغرب، لكن كان نفسه يعمل استحقاق انه يشارك، انه يشارك في انه يحقق ثلاث افريقيا عشان يروح كاس عالم ثلاث مرات على التوالي. لفت وجات لك وشاركت في نفس البلد اللي ظلمت فيه، فبالتالي استحقاق مهم جدا النادي الاهلي. احنا كمان يا هندو اميره ما فيش حد في المشاركه اعلى مننا غير اوكلاند بتسع مشاركات، احنا دي مشاركه ثامنه للنادي الاهلي. ست ثمان مشاركات، يعني دي مشاركه ثامنه، انت في ثلاثه منهم وصلت برونزيه، صحيح مرتين سادس، مره رابع، فبالتالي حتى ارقامك كويسه. نتمنى ان المره دي مع التدعيمات مع وجود كولر ان يكون الطموح والسقف ان انا اوصل فاينل. يبقى اعلى. احنا هنكمل كلامنا عن كاس العالم للانديه، بس اسلام سريعا عايز اعرف رايك في مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا حاجه مهمه جدا. انا بس هاخد من اسر الحته الاخيره اللي هو اتكلم فيها، لان في ناس بتتكلم عن الظلم والاهلي اتظلم كتير في افريقيا تحديدا، وما تنساش هدف انرامو الشهير اللي فقد الاهلي لقب. فاعتقد من يتحدث عن الظلم يرى اولا او يشوف الاول الاهلي اتظلم في قد ايه، واتظلم خلي بالك دي بطولات، يعني بطولات بتوديك الكاس العالم للانديه، يعني انت مش بتلعبي محلي هنا. الحقيقه طبعا زي ما انت ما قلتي بطوله مهمه جدا كاس العالم للانديه، مشاركه مميزه جدا. الاهلي كمان برضو لازم نلمس على الحته دي ان الاهلي هو من يفتتح البطوله، لان الاهلي هيلعب من الدور التمهيدي بصفه ان، لان الوداد مش هيلعب من الادوار الاولى. الاهلي هو من يفتتح البطوله امام اوكلاند سيتي، مشاركه مهمه جدا، مشاركه كمان مهمه للاعبين الجدد. واعتقد انا هاخد الحته اللي اسر اتكلم فيها وانت اتكلمت فيها هند واميره معاه، اللي هو اللعيبه الجدد هل يشاركوا الفتره اللي جايه. انا اتمنى ان هم يشاركوا قبل كاس العالم للانديه حتى لو تدريجيا، عشان يخشوا مع المجموعه، يخشوا مع التيم، لان طبعا كاس العالم للانديه يكون مختلف تماما عن الدوري المحلي. دايما الاهلي بيشرفنا في كاس العالم للانديه، واعتقد ان وصول النادي الاهلي للمرحله دي وفي البطوله دي تحديدا، هو مش رايح عينه على البرونزيه، لا هو رايح ان هو ينافس ان شاء الله على اللقب. وده يعني الاهلي مش اقل من كده، الاهلي دايما بينافس على البطولات سواء دوليه او افريقيه. احنا هنطلع فاصل بس مكملين مع بعض. خلصنا كلام عن الدوري، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم بقى عن الاهلي في افريقيا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين حلقتنا في الاستوديو التحليلي مع ضيوفنا اللي منورينا النقاد الرياضيين اسر حسين واسلام محمد. خلونا نروح زي ما اميره قالت قبل الفاصل لافريقيا والقرعه اللي الاهلي وقع معاها في افريقيا. بص يعني دايما خلاص احنا سان داونز وش السعد على النادي الاهلي، مؤخرا بقى الهلال كمان يعني دخل كمان يعني لو شفنا القرعه كده يا اسر تحس ان هي مكرره، يعني مكتوب علينا سان داونز. وسان داونز الحقيقه لما بيكون معانا في المجموعه احنا بنروح لمراحل متقدمه. بصي البطل دايما ما بيهابش اي حد. سان داونز فريق كبير جدا، الهلال السوداني برضو يعني مش عايزين نقلل من حظوظه، فريق كبير برضو وبيدعم بشكل قوي جدا الفتره الحاليه. ولكن الاهلي دايما قادر ان هو يوصل لمراحل بعيده، وهو ده قدر النادي الاهلي. ان هو انت خلاص يعني لو وقع معاه اي فريق دايما بتقولي الاهلي
ثم ياتي انت ما جبتش سيره القطن الكاميروني. القطن بصي لا انا بتكلم بس عن الهلال وعن صن داونز لان خلاص هي بقت قرعه دايما معتادين احنا عليها، ولكن طبعا القطن الكاميروني ده من احد الفرق اللي توجت باللقب اكيد يعني الكونفدراليه كمان مؤخرا، فريق قوي جدا، فريق مميز. الكره كمان الكاميرونيه مع سامويل ايتو مؤخرا يعني نقول الى حد ما مش كره قويه قوي، ولكن فريق مميز، فريق عنده خطوط مميزه، ولكن دايما هتلاقي المنافسه ما بين اهلي وصن داونز، وهيناوش الهلال بقى والقطن كده من بعيد. ولكن لو سالتيني يا هند ويا اميره اقول لك لا، متفائل بشكل كبير طبعا بالنادي الاهلي. قدر النادي الاهلي انك دايما بتخلي الاهلي فوق ودايما الباقيه بتيجي تحته، سواء صن داونز او الهلال مع احترامي طبعا او القطن الكاميروني. متفائل مع كولر، متفائل بكولر خاصة ان بدأ مع النادي الاهلي ببطولة كبيرة جدا اللي هي على حساب نادي الزمالك، بطولة السوبر، وده خلي بالك كان بطولة مهمة جدا في بداية مشوار مدير فني في بدايته ان هو يجي ويحصد لقب. اعتقد دي كمان يعني عملت جدار ثقة ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي. كولر بيشتغل مع كل اللاعبين بشكل مميز جدا. عارف كمان السوبر زي ما بيقولوا احنا كجماهير الاهلي يعني بنحب نفك اللي هو ايه زي بيقولوا النحس. طبعا. فالسوبر كمان مع طبعا. كولر دي ادت كده للجماهير ايه؟ ما هو ده هو ده طبعا. هو ده يا اميره وعند جدار الثقه اللي حصل ما بين كولر وما بين الجمهور، انك انت لما يجي مدير فني جديد لسه جاي مع النادي الاهلي ويتوج بلقب ما فيش خلال كام يوم، وهو ده بقى قدر النادي الاهلي ان اي مدير فني بيجي لو قعد اسبوع او قعد شهر هتلاقيه دايما بياخد القاب. طب اسر عايز اعرف منك برضو رايك ايه في المجموعه بتاعت الاهلي. بتفق مع اسلام في حته انه جدار الثقه فعلا، لانه بدايه الموسم ببطوله بتكسب ارضيه مهمه جدا على جمهور النادي الاهلي في قلوب جماهير النادي الاهلي، خاصه لما بتبقى على حساب الزمالك وحجم المنافسه بين الناديين الكبيرين يعني. الحاجه الثانيه توقيت، احنا بنتكلم على افريقيا بس هاخد كلام من كاس العالم، توقيت اعلان النادي الاهلي انه مشارك في كاس العالم الانديه توقيت مثالي للنادي الاهلي، بعتقد ان احنا محظوظين قوي بيه. التوقيت ده بيجي قبل ما الاهلي يخوض دور المجموعات، قبل ما يلعب اول مباراه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، دفعه معنويه كبيره جدا تحفز النادي الاهلي اكتر. انت في كاس العالم للانديه وعلى بعد خطوه انك تشارك لرابع، تبقى اربع مرات تكتب تاريخ جديد، الاهلي معودنا على كتابه التاريخ، وبتتاح له فرصه جديده لكتابه سطر جديد في التاريخ او صفحه جديده في التاريخ، انه تشارك لاربع مرات على التوالي في كاس العالم للانديه. كنا نفسنا انه يبقى ثلاث مرات التوالي في افريقيا والحادية عشر تيجي ان شاء الله، تبقى دي الحادية عشر. فبالتالي توقيت انه لعيبه رايحه تلعب كاس العالم الانديه، بالذات اللعيبه اللي هتنضم جداد او اللعيبه الصغيره في نادي الاهلي ما لعبتش كاس العالم الانديه قبل كده، هتشوف بعينيها قبل ما تلعب في افريقيا الاستحقاق ده. صحيح. ده حافز مهم قوي ان انا حاطط قدام عيني، طب انا لعبت في كاس العالم الانديه ايا كان النادي الاهلي يوصل ليه باذن الله، يوصل المباراه النهائيه وهرجع العب منافسات، ماتش القطن تتاجل هرجع على ماتش القطن اول ماتش. عرفت انه اللي هيخليني العب في الاحتكاك ده او في البطوله العاليه دي المستوى دي في كاس العالم الانديه، احط قدام عيني الفوز بدي في افريقيا بدايه من ضربه البدايه في القطن في دور المجموعات، هو اللي هيخليني اروح العب تاني السنه اللي بعدها في كاس العالم الانديه. فبالتالي ربط الاثنين مهم جدا، انه اعلان الاهلي اعلان مشاركه الاهلي قبل دور المجموعات حافز مهم جدا لكل لعيبه، خاصه اللعيبه الصغار، انه عارف انه الاستحقاق ده هيجي من خلال الفوز بافريقيا باذن الله نحقق الحادية عشر. مجموعه زي ما كان اسلام بيقول تعودنا فيها على يعني علاقه كاسلوكيه جدا مع صن داونز والهلال طبعا. صحيح. وطبعا الناس تفتكر المباراه بتاعه ام درمان رغم الصعوبات اللي واجهها الفريق والخروج تحت حمايه الجيش المدني السوداني، لكن كانت الطريق للتسعه. فبعتقد انه برده وشه حلو على النادي الاهلي. القطن بيتطور فعلا زي ما كان اسلام بيقول، ومعانا طبعا صن داونز على طول الطريق. مجموعه الاصعب لكن برده زي ما كان اسلام بيقول ده قدر البطل، انه دايما يكون ايا كانت القرعه ايه متعود انه لازم ينافس ويطلع اول. فبالتالي بتمنى ان النادي الاهلي ايا كان ان شاء الله نحققه في كاس العالم الانديه، وبنتمنى نوصل مباراه نهائيه ان يكون حافز كبير جدا جدا لضربه البدايه في دور المجموعه في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن اول ماتش للاهلي اللي هو مع القطن هنا في القاهره، عايزاكم اتكلم معاكم في حاجه، وهو انت زي ما انت بتتكلم كل اللي انت بتتكلم فيه ده ايجابي، بس في جانب شويه سلبي الا وهو انه اللعيبه دي هتخلص هنا ماتشين، هتروح كاس عالم انديه، ترجع افريقيا. ضغط المباريات اللي احنا كل موسم بنيجي ونحس في لحظه معينه واصابات وهكذا، وانت اصلا بادئ باصابات، ازاي
كولر يتعامل مع ضغط المباريات دي بالطريقه المثلى واللعيبه كمان؟ بص الحقيقه كولر زي ما قلت لك ان هو بيتعامل مع كل اللاعبين كتوتال، يعني ما بيتعاملش مع لعيبه معينه او عدد معين من السكواد اللي موجود، والحقيقه دي حاجه مميزه جدا. وكان آسر برضو اتكلم فيها ان كولر بيعتمد على القماشه كلها اللي معاه. كنا بنشوف السابق ان في 14 15 لاعب فقط هم اللي بيلعبوا الفترات اللي فاتت، ولكن مع كولر الوضع مختلف تماما يا هندو يا اميره. الحقيقه دايما في كل مباراه بنشوف ان الراجل بيتعامل مع كل اللاعبين، بيعمل روتيشن بشكل كبير، وهو ده اللي مطلوب الفتره اللي جايه. لان زي ما انت كان يقول لك في اول الموسم انت بتعمل روتيشن ليه؟ بس الحقيقه لان هو باصص لقدام، هو باصص لقدام. اصل الاهلي ما بيشاركش في الدوري المحلي فقط ولا بيشارك في كاس مصر. الاهلي لما بيشارك في 4-5 بطولات في السيزون الواحد او في الموسم الواحد. الاهلي بيشارك في دوري ابطال افريقيا، بيشارك في كاس العالم للانديه، بيشارك في سوبر محلي او سوبر افريقي. فبتلاقي انت نفسك بتشارك في 5-6 بطولات ومطالب ان النادي الاهلي يحصد جميع الالقاب اللي بيخشها بما فيهم كمان كاس العالم للانديه بكل تاكيد. فاعتقد مستر كولر لا مختلف، راجل كمان هادي على الخط. يعني انا على المستوى الشخصي انا بتابعه باستمرار، بكون متواجد في معظم المباريات بحكم شغلي، فبتابع الراجل عن قرب. الراجل ده يعني نفسيا كمان بيشتغل مع اللاعبين، وهو ده بقى ده الشغل المهم جدا. بنشوف الفترات اللي فاتت في أجهزة فنية بتجيب معدين نفسيين. انت كنت موجود في ماتش NBA؟ بالفعل. احكي لي حاجه شفتها كده بعينك بما ان انت بتبقى موجود تحت. بصي الحقيقه الراجل ده كولر تحديدا ليه عامل السحر مع حسين الشحات تحديدا. يعني خليني اقول لك، اخد لك موقف حسين الشحات. حسين الشحات في الاوفر اللي عمله حتى العمر السوليه، هو اول حد جري عليه هو مستر كولر. في مباراه انبي كمان كان ليه اكتر من لقطه مع حسين الشحات. الراجل دايما بيجيبه على الخط وبيتكلم معاه، عنده ثقه كبيره في حسين الشحات، زي ما جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره ايضا في حسين الشحات. حسين زي ما قلت لك عنده كتير جدا. كولر كمان في المؤتمرات الصحفية، ودي حاجة مهمة جدا، ان هو بيحضر المؤتمر سواء تعادل او فاز. يعني ما بنشوف دايما في مديرين فنيين لو خسرت او تعادلت ما بنشوفهمش للاسف في المؤتمرات الصحفيه، ولكن كولر دايما معتاد ان هو يواجه الاعلام، ودايما معتاد ان هو يتكلم مع الصحفيين. فاعتقد انا مش خايف على النادي الاهلي مع كولر. مدرب مميز، مدرب بروح النادي الاهلي، هادي، بيتكلم دايما يا اسر ويا هند ويا اميره مع كل اللاعبين، ومع كمان الطاقم اللي معاه سواء مصريين او اجانب. ياسين المكاري، خليني برضو لازم نلمس على الحته دي، لان ياسين انا اتعاملت معاه مباشره. يعني ياسين المكاري محلل الاداء برضو عشان الناس تاخد بالها منه. ياسين عامل شغل هايل جدا مع مستر كولر يا ياسر. صحيح. عامل شغل كبير جدا من المدرجات، هو بيكون متواجد طبعا من المدرجات، بيبقى شايف الملعب كله، والحقيقه بينزل بين الشوطين بيتكلم مع المدير الفني بشكل ايجابي جدا. فانا مش قلقان على النادي الاهلي مع كولر. احنا فقرتنا خلصت، لكن سريعا اسر عايزك تقول ازاي نتعامل مع الضغط. زي ما كان اسلام بيقول، يعني فكره الروتيشن او التدوير مهمه جدا، ان انت تبدا زي ما كنا بنقول. يعني عندك ناحيه اليمين لازم يكون في اكتر من بديل، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، بيدمج كل اللعيبه كولر، مفيش حد بره التشكيله. حتى مع تعليقاته على نقص في مركز المهاجم، او انه حتى مع اعاره حسام حسن قبل ما يتم اعارته لسموحه، ثلاثه كانوا بيشاركوا، شادي وشريف فكل اللعيبه في كل مركز، مفيش لعيب حاسس انه بره القايمه او مستبعد او في ريزيرف، كله بيشارك. ده مهم جدا، لان كل ما اللعيبه بتاخد دقائق لما اجي احتاجها واستدعيها، انا مش بعتمد على مجموعه بعينها، هلاقي لعيب يديني في الملعب. صح، مظبوط، صح مظبوط. للاسف الشديد فقرتنا كده تنورتونا، واكيد هتبقوا موجودين معانا كده يا رب كلها انتصارات ان شاء الله. احنا صحنا كنا معاكم، احنا كمان تألق حريفه دايما ان شاء الله. ان شاء الله طبعا احنا كنا معاكم. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا النهارده، استشاره طبيه. استشارتنا الطبية النهاردة استشارة مهمة جدا، هنتكلم معاكم فيها عن آلام الرقبة والكتف. تقريبا مفيش حد عندنا ما تعرضش لآلام ومشاكل الرقبة، سواء كانت أعراض خفيفة أو متوسطة، أو في بعض الأحيان بتكون شديدة جدا ومؤلمة جدا لأصحابها. وأكتر الحالات كمان بنسمع جملة إن الألم مسمع في الكتفين، وأحيانا كمان بيوصل للذراعين، وفي ناس بتحس بتنميل فيهم. عشان كده هنعرف أكتر عن أسباب آلام الرقبة والكتف وطرق الوقاية مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور أحمد رأفت، أخصائي العلاج الطبيعي والمستشار الطبي لشركة بيكس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. مرض العصر.
تمام. يعني مرض العصر يمكن يعني حضرتك جاي لي النهارده في ميعادين. الام الرقبه والكتف وفعلا ان الموضوع يوصل للتنميل ده ايه سببه الاساسي؟ تمام. احنا الاول مبدئيا كده لازم نبقى عارفين ان الرقبه مكونه من فقرات راكبه فوق بعض وفيها غضاريف ما بينهم. كل الفقره ليها وضع معين المفروض تكون فيه. فقرات الرقبه بالذات لازم تكون لفوق كده، ده الوضع الصحيح. طبيعي ما حدش فينا بيقعد قاعد باصص لفوق او ان هو قاعد واخد الوضع الصح ده على مدار اليوم. معظم اليوم احنا يا على الموبايل يا اما على الكمبيوتر يا قاعدين باصين لتحت بنذاكر ايا كان اللي بنعمله. نعدل نفسنا برضه دكتور. هي دي من اهم المشاكل اللي بتحصل، ان الرقبه اصلا بتاخد وضع غلط فيبدا الغضروف يتحرك من تحت الفقره يضغط على مخرج العصب سواء يمين او شمال. في ناس بيضغط على الاثنين، ده اللي بيبدا يحس بتسميع في الكتف او لحد الدراع حسب الضغط قد ايه على العصب. هي دي اللي بتعمل المشكله. تمام. المشكله الاكبر اساسا كمان ان العضلات كمان بتاعت الترابيزيوس بتبقى خلاص فيري ويك. مع كتر ما احنا عملنا ستريتش وموطيين بتبدا تضعف قوي، فبالتالي يبدا يحصل انها كمان تطول اكتر، ودول يبداوا يحصل فيهم شورتنينج او شد اكتر فياخدوا الرقبه لقدام ولتحت من غير ما انا احس. انا ابقى حاسس ان انا قاعد طبيعي ومظبوط وهو لا الواحد عامل كده مش حاسس. ما حدش فينا فعلا بيقعد عامل كده اللي يعني بيعمل المشكله الرئيسيه. وده ساعات بيعمل صداع من نص الدماغ لغايه تحت. لان الترابيزيوس دي بتبقى شاده قوي وهي اللي بتعمل الصداع ده. فدي من احد المشاكل اللي بتعمل المشكله دي. تاني حاجه الرياضه بقى العنيفه جدا، او ان الواحد يركز قوي في الجيم على عضله الترابيزيوس بس ويبدا يشتغل عليها جامد قوي، فبتبدا تقوى جدا، تبدا تاخد الدماغ لورا جامد قوي ومشدوده. فده برده بيعمل كومبريشن على الفقرات. يبدا يضغط على الديسك يخرج برده يعمل نفس الضغطه فيبدا يسمع في دراعي. كل ده حلوله سهله جدا ومعتمده اكتر على العلاج الطبيعي، وان احنا نشوف الامبالانس فين في العضلات ونحله. وتاني حاجه بقى اهم، ان لازم نكون بنتغذى كويس قبل الحلول. ايه اسباب ده؟ يعني اعمل ايه او ما اعملش ايه عشان ما يجيليش ده من البدايه؟ من البدايه خالص احنا لازم لما نقعد نقعد مظبوطين، ظهري مفرود، رقبتي مفروده، واخد الوضع الصح كده. ما ينفعش يكونوا مضمومين لقدام. ده انا كده انا على طول بقعد كده. هو اصلا مشكلة. الوضع الصح هيوجع، هحس اني تعبانه اصلا. اعمل ايه بقى؟ فعلا بيوجع. انت لو قعدت كده كتير كل يوم مع الوقت مش هيبدا يوجعك. لان المايكرو ماسلز اللي ماسكين العمود الفقري ما بيشتغلوش غير في البوزيشن، يعني فعلا. ما بيقوش لوحدهم. ما ينفعش اعمل تمارين تقويه فتقوى، هي تقوى بالوضع ان انا افضل قاعد كده كتير. بعد شويه يبدا خلاص العضلات اللي جنب العمود الفقري هي بتشد لوحدها من غير ما انا احس بيهم. اوكي. لما طول ما انا قاعد كده فطبيعي هم خلاص بيفقدوا وظيفتهم، يبداوا خلاص يبقوا فيري لوس، فطبيعي العمود الفقري يبدا يبتني او يحصل له مشاكل ثانيه. ده الاساس. انا عندي سؤال بس يا دكتور. كلنا بنبقى، وانا اللي اعرفه ان فقرات الرقبه دي اضعف حاجه في جسم الانسان. في حاجه كده كنت شفتها عايزه حضرتك تصححها لي، ان وزن الراس لما بتبقى كده غير لما وزن الراس تبقى كده. ده حقيقي. غير لما وزن الراس تبقى كده. ده حقيقي. فبيزيد الوزن. هل ده كلام مظبوط؟ طب اتكلمنا بقى عشان ده خوفني اصلا. اللي هو كل وضع ليه وزن زياده على بيحمل اكتر. هو احنا راسنا وهي في وضعها الطبيعي زي ما اتفقنا العمود الفقري ربنا خلقه لنا فيه كيرف كده بيوزع اللود، فما بقاش حاسس بوزن دماغي خالص، وبتبقى العضلات شغاله بكفاءه ما بقاش في مشكله. اول لما برمي قدام شويه كده صغيرين، وزن الراس هنا حمل على ايه؟ على العضله نفسها اكتر. هي مش قادره تشيل. فبدا الفقرات نفسها هي اللي بتشيل الوزن ده. حوالي 4 كيلو بيزيدوا مع كل درجه ميله. يا نهار ابيض. يعني انت لو وصلت انك موطيه لتحت كده شويه، ده بيبقى حوالي 28 كيلو وزن الدماغ على العضلات، انما هي مش وزنها الحقيقي 28 كيلو. يعني بس هو اللود اللي نازل، لان الليفر ارم زاد تاثير على العضله، فطبيعي بيأثر على الفقرات. يعمل مشكلة أكتر في العظم أكتر من العضلة. العضلة زي ما اتفقنا هتطول. طيب معلش يا دكتور، دلوقتي أنا موبايل عشان أمسكه. أيوه. لازم أعمل كده؟ لا، أعمل الصح إيه؟ إن أنا أرفع الموبايل لفوق. هفضل عاملة كده؟ طب كتفي مش هيوجعني؟ لا، ما هو أنا لازم إيدي تبقى مسنودة، أو إن أنا أبقى كتفي جنبي والموبايل فوق أبقى شايف كده مثلا، يبقى مسنود بالظبط كده. إنما فكرة إن أنا أصلا إيدي لما بتتعلق كده لوحدها في الهواء سواء في السواقة أو في حاجات كتير ناس بتعملها، ده بيأثر على عضلة الكتف. بعد شويه يحصل ايه؟ ان هي تشد الرقبه، ويبدا يحصل نفس المشكله ان الفقرات برضه تضغط، يبدا يحصل ضغط على العصب. في ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. تعليقه الايد مش حلوه. طيب اذا واحده واحده، الموبايل ما يتمسكش كده، يتمسك كده بالظبط، وانا ساند ايدي على حاجه بالظبط ده كده هتلاقي انت حتى لو عملتيها ده تحس انك ايدك مرتاحه، مفيش لود زي ما تكوني عامله كده. صحيح. السواقه المفروض ايديا تبقى جنبي، والدركسيوني يبقى قريب، نلزق بقى ما بقاش بعيد قوي، ما بقاش راجع بالكرسي، وما بقاش قاعد لقدام، لازم ابقى قاعد 90 درجه مفروض. وايديا كده، كل ما ايديا كوعي يبقى جنبي طول ما الكتف ما عليهوش لود.
اول ما تطلع لفوق الكتف بدا يشتغل. انا فهمت الام الرقبه عندي، انا بسوق بايد واحده مبدئيا، انا دي ما مش موجوده بس في ركبي مبدئيا دي وكده يبقى دي رقم واحد. السواقه نفسها برده عامل في حياتنا بيأثر جدا، وبالذات ان احنا فترات طويله في السواقه برده القعده فتره طويله ثابته غلط. الواحد لازم كل ساعه بالكتير يغير وضعه 10 دقائق انا فعليا لو واقف بقالي ساعه برضو لازم اقعد 10 دقائق. تغيير الوضع بيدي فرصه للمفصل انه يرتاح. طول ما انا ثابت على نفس الوضع على طول البريشر بوينتس خلاص، هي من كتر ما هي حاسه بالبريشر بتبدا تحس بالبين. فده اللي بيعمل المشكله الازليه اللي عندنا كلنا، ان احنا بنحس بالوجع هنا. صحيح. والصداع اللي هنا. طيب. ويسمع في الكتف. ده والله حضرتك بتقول من الحاجات دي، بس ساعات الواحد بيقوم من النوم اصلا كمان عنده الم فظيع في الرقبه وصداع من هنا لغايه هنا. دي نومه غلط. ما هي دي نومه غلط. أوكي. النوم الصح المفروض ان انا وانا نايم على جنبي ما بقاش راسي واقع ولا راسي لفوق. يا دكتور يعني كده الواحد مش هيعرف ينام. ولا المخده واطيه. اوكي. تاني حاجه ما ينفعش ان انا اكون واخد راسي لقدام، لازم اكون رافع راسي لورا ومفروده كده بالظبط وانا نايم. طب الناس اللي مش بتنام على ظهرها، اللي بتنام كده زي على جنبها العيش على وشها. على جنبها. لا على وشها ده اصلا غلط، ده اصلا غير مريح خالص وبيأثر على النفس كمان وبيأثر على حاجات كتير. لا الوضع الصح للنوم اصلا ان احنا ننام على جنبنا. ويكون في مخده ما بين رجلينا كمان عشان نحافظ على ظهرنا. على ظهرنا جنب اليمين صح، عشان مش ناحيه الشمال. جنب اليمين او الشمال مش تفرق. ده اللي يريحك. بس الفكره كلها ان لازم المخده تكون ما بين رجليك، لان لما الرجل بتقع بتشد الحوض وبالتالي بتعمل لود على الفقرات القطنيه. والله بيحصل الواحد بيقوم من النوم ظهر وجعه. أيوة. ليه انا ما عملتش حاجه كنت نايمه؟ ان المرتبه ممكن تكون كمان بتاخد وضع الجسم. لو بتعمل كده فده مش صح، لان العمود الفقري وانت نايمه ساعتها بيبقى واخد تقويسه غلط، انت مش حاسه بيها وانت نايمه. تكتشفيها بقى لما تقومي من النوم ان انا ظهري متخشب مش قادر اتحرك. نفس المبدا لما انام على ظهري لازم يكون في مخده تحت رجلي عند ركبي هنا. أوكي. لازم تتحط، لان هي طول ما هي مش موجوده، طول ما الفراغ ده موجود، طول ما الظهر والعضلات الخلفيه شغالين بالظبط، فطول ما هم شغالين حتى وانا نايم بيبقوا شغالين معايا. اقوم انا حاسس ان انا متخشب، ظهري وجعني قوي، ده عشان دي شغاله معايا طول الليل ماسكه الركبه. فانا لما بحط المخده تحت رجلي بعمل زي نظام افكت كده للمخ ان هو ريلاكس. في حاجه شايله المكان، مفيش حاجه هتحصل، فيبدا يهدى خالص، يبدا كل حاجه تريلاكس. طرق العلاج بقى. طرق العلاج اهمها ان احنا لازم نتغذى كويس طبعا. ده لازم الغذاء، لان كل العضلات والمفاصل محتاجه غذاء. احنا ما بناكلش صح كلنا، معظمنا حياتنا كلها معتمده على الفاست فود، وما بنشربش ميه، بنشرب عصاير وبيبسي ومش عارف ايه ونعتبر ده ميه. ده طبعا غلط. كل لما يجي حد يا دكتور يديها رساله ما بنشربش ميه. استاذه هند ما بتشربش ميه. الميه مهمه جدا. ده انت لو حسيتي بالعطش يبقى انت عندك جفاف. دي مشكله، ما ينفعش اصلا توصلي لمرحله العطش، لازم تسبقي الموضوع ده. فيفضل ان كل ربع ساعه الواحد ياخد بق ميه. فالغذاء مهم والميه مهمه. وطبعا لازم بقى الرياضه، نحافظ على الرياضه لعضلاتنا عشان تبقى دايما فلكسبل ودايما فيها قوه تستحمل المجهود اللي انا بعمله. تمام. بالنسبه للغذاء طبعا زي ما اتفقنا ما حدش بيتغذى كويس، فبالتالي لازم المكملات الغذائيه تعوض ده لو انا مش هتغذى كويس. ماشي يا دكتور، بس المكملات الغذائيه الموجوده معظمها برضو بيبقى في مغالاه برضو في الاسعار، عشان مش اي حد بيبقى قادر برضو على فكره المكملات الغذائيه. تمام. هي بيكس فارما بقى عملت سلسله من فيتامينز، وهي معموله في مصر، يعني ارخص من المستورد بكتير جدا، في متناول الايد جدا. وحاجه امنه جدا، ما فيهاش اي مواد كيماويه خالص، كلها مواد طبيعيه محتاجينها عشان نحافظ على جسمنا من نقص الفيتامينز دي. أوكي. ان احنا معظمنا ولا بياكل سلطه ولا بياكل فاكهه، وهم دول اصل الفيتامينز، يعني كل الفيتامينز اللي الجسم محتاجها والغذاء كله بيجي من دول. يعني ايه مكونات المكملات الغذائيه دي بتحتوي على ايه؟ في اربع مكملات غذائيه. اهمهم اللي هو الجوينت بيكس. جوينت بيكس اللي هو ده اهم واحد فيهم، لان ده معمول للمفاصل والعضل. ده فكرته كلها ان هو مكون من خمس مواد اساسيه، الهيلورونيك اسيد والجلوكوزامين والكوندروتين والبرومالين والجينجر. دول كلهم حلوين للبشره والشعر اصلا. لا بس هم موجهين اكتر للجوينت. ما هي في تركيبه، كل حاجه ليها تركيبه. أوكي. يعني مش معنى انا خدت كولاجين يبقى هيروح للبشره، او خدت كولاجين هيروح للبشره. يعني ما انا ممكن اكل اكل طبيعي فيه كولاجين، بس في نفس الوقت ده مش معناه انه راح للجوينت بتاعي او راح للبشره بتاعتي، الجسم بيوزعه زي ما هو عايز. انما الجوينت بيكس موجه اكتر لفكره المفصل، لفكره الغضروف، عشان ما يحصلش خشونه وكده. ماده الكوندروتين والجلوكوزامين دي المواد المكونه اصلا للغضروف اساسا بتاعنا، فانا بدي لجسمي مخزون زياده عشان لما يحصل وير انتير او استهلاك كتير. أوكي. يبدا يبني من المخزون.
لان هو لو ما عندوش مش هلاقي حاجه يبني بيها. ده اللي هو اللي هو الجوينت. ايوه، والهيلورونيك اسيد ده المفروض ان هو السائل اصلا اللي موجود جوه المفصل، هو ده الزيت اللي بيخلي الدنيا ما تحتكش وتعمل خشونه، فاحنا حاطينه برده في الكبسول. تمام. البرومالين دي ماده المستخلصه من الاناناس اللي هي مضاد للالتهاب قوي جدا جدا وبيمنع التورم، دي حاجه طبيعيه احنا حاطينها عشان لو في ورم او حاجه، ده لو بنعالج حد لو بنعالج عنده مشكله. والجينجر اخر حاجه، ده مسكن طبيعي ربنا خلقه لنا اللي هو بيتحط معاه برده عشان لو في الم. بالظبط، مضاد للالتهاب برده يعتبر، بس اكتر مسكن. والبرومالين اكتر مضاد للالتهاب، يعني هما الاثنين بيقوموا بوظائف بعض، بس هي لا لما انا لما اقلل الالتهاب احس برده ان مفيش بين. طبعا. بس هو مش مسكن. فاهم. ده بالنسبه للجوينت. ده يعني بناخده ازاي؟ ده حبيتين في اليوم، واحده الصبح واحده بالليل، او ممكن الاثنين الصبح لو بتنسي يعني. اوكي. ده بالنسبه للجوينت بيكس، وده اهم واحد لان هو ده اللي بيعمل الغضروف وبيبني المفصل. اي حد ممكن ياخده؟ اي حد يعني، ده بالعكس هو وقايه افضل من علاج. يعني انا لما اخد دايما يقول لك السبلمنتس او الحاجات بتاعه الغضاريف والعضم، اللي عنده مشاكل في الكبد، اللي عنده مشاكل في المعده ما ياخدهاش عشان دي بتبقى تقيله. لا، دي مواد طبيعيه تماما، هي محتاجه جوه الجسم وامنه وما فيهاش اي مشكله. وفي نفس الوقت برضو احنا في فريق طبي بيتواصل مع المريض بشكل مباشر. انا هجرب يا دكتور، بيظبط مع عينينا. يا سلام، هجرب، انا عايزه كورس اجربه. لا، عيني. انا هجرب، عايزه جوينتي برضو احافظ عليه. تمام. مهم جدا طبعا بقى لو اتكلمنا على العظم، فاحنا طبيعي كالسيوم ده مهم جدا. فعشان كده هم عملنا السي دي زد بيكس، هو ده بقى المفروض كالسيوم سيتريت، اللي هي الماده بتاعت الكالسيوم الكيميائيه الامنه للبطن، انها ما بتعملش عسر هضم، انها ما بتتعبش البني ادم خالص. لان في كالسيوم كربونات ده متعب شويه في هضمه، وفي ناس بتقول لك انا بحس بغثيان او ما بقدرش اكله وبتعب منه، فالسيتريت ده اسهل بكتير وامتصاصه سريع. هو ده السي دي زد بيكس. أوكي. ده كالسيوم سيتريت، ده موجه ان هو يدينا الكالسيوم اللي احنا ناقصينه في جسمنا عشان نبني بيه العظم. لان طبيعي ربنا خلق لنا فكره ان العظم بيتاكل كل يوم وبيتبني كل يوم. يعني بيتاكل وبيتبني، خلايا كل شويه بتتجدد، فانا لو ما عنديش كالسيوم مش هلاقي. يا نهار، فبالتالي لازم يكون عندي مخزون كويس عشان ما اوصلش الهشاشه. بالظبط، لان هو الخوف من الهشاشه. صحيح. طبعا الكالسيوم بقى لو اتكلمنا عنه ما ينفعش نهمل الفيتامين دي، لانه من غيره مش هيخش في العظم. فيتامين دي الاساس اللي بيخلي الكالسيوم يبايند مع العظم او يخش جوه العظم. من غيره الجسم بيتخلص خالص من ايه، من الكالسيوم، لان هو ملوش لازمه بالنسبه له. اوكي. فمشكلتنا كلنا برضو في مصر ان احنا 90% عندنا عندهم نقص فيتامين دي. انا واحده من ال 90 دول. ان احنا مش بنتعرض للشمس ومش بناكل كبده بشكل كتير، وهي فكره الغذاء هو فيه فيتامين دي بس قليل قوي، عشان اخد النسبه منه بتبقى صعبه شويه. هي احسن وسيله اللي هي الشمس. كبده. ما هي الشمس، بس الشمس برضو ليها مواعيد معينه واحنا مش بنكون موجودين فيها. صحيح. وتاني حاجه لازم نعرج جزء كبير من الجسم عشان يتعرض للشمس عشان يمتص فيتامين دي، فدي المشكله. فعشان كده دايما المكملات في فيتامين دي اهم بكتير، لان هي دي اللي بتعوضنا عن النقص ده. صح. صعب نجيبه من اي حته تانية يعني. واخر حاجه بقى اللي هو الالب مالتي فيت، ده بقى مالتي فيتامين عام موجود فيه كل الفيتامينز اللي باقيه، سواء مغنيسيوم، زنك، فيتامين بي للاعصاب، كله عشان الواحد يبقى عنده نشاط وتركيز اقوى ويبقى عايش حياته بصحه افضل. يعني هم ثلاث حاجات ولا أربعة. احنا قلنا جوينت بيكس، قلنا الجوينت ده الاساسي، قلنا الكالسيوم بيكس اللي هو فيتامين دي، والسي دي زد بيكس اللي هو الكالسيوم، فيتامين دي ده انا يعني. واخر واحد اللي هو الالب مالتي فيت. أوكي. ده اللي هو مكمل عام بقى للغذاء في كل الحاجات اللي ناقصه بعد كده. اوكي تمام، حلو قوي. الكورس ده بناخده كله مع بعض؟ كله يفضل يتاخد كله مع بعض، زي ما اتفقنا. فيتامين دي مرتبط بالكالسيوم، ده كده للعظم. حلو. جوينت بيكس مرتبط بالمفاصل، فطبيعي لما اخده كله على بعض يبقى افضل بكتير. يعني دول حوالي 4-5 كده، هم كل واحد 3 حبات وده حبتين، يبقى 5 كلهم ان توتال. ممكن اخد 4 الصبح وواحده بالليل. بالظبط كده. بس دي الريكومندد ديلي دوز اللي انا محتاجها يوميا. يعني احنا حاطينها ريكومندد عالميا ان النسبه دي لازم تكون موجوده للبني ادم. طب انا محتاجه اسالك يا دكتور على حاجه مهمه جدا. صحيح. بالنسبه للنوم، الوساده الطبيه. تمام. الوساده الخلوي. حلو. اي حد ممكن، انا كذا حد كذا دكتور يقول لي لا لازم مخده طبيه. حقيقي. معلش ترشح لنا ايه بالظبط؟ يعني هل في انواع معينه؟ هل ليها مواصفات معينه؟ هي المخده الطبيه اللي هي بيبقى فيها موجه كبيره وموجه صغيره في الاخر، دايما لازم يكون فيها الموجتين دول. ليه بقى الموجتين؟ اولا الموجه العاليه دي المفروض وانا نايم على جنبي تبقى الموجه العاليه دي هنا، وبتبقى راسي جوه المخده. اوكي. ما بتبقاش راسي على المخده كده، لان انا لو عملت كده ودي فاضيه ده كده لود على العضله دي، فهقوم حاسس ان انا ملوح او مشدود. تمام. فدي الموجه العاليه. الموجه الصغيره دي وانا نايم على ظهري بتبقى هي داخله لغايه هنا ورا، فتخليني اعمل الوضع ده. فده برده الوضع المريح للرقبه. عشان كده هي فكره نوع بقى معين، مفيش نوع معين، هي اهم حاجه اهم حاجه تبقى الموجتين، واخد الموجتين وما تبقاش طريه. يعني ما تبقاش حاجه اللي هي زي مخده الفندق مثلا كده بتاخد وتدي. لا. لازم تكون حاجه ناشفه. اوكي. عشان تعمل ستابلايزيشن للسباين. ما يبقاش حاجه بتروح وتيجي. مع زي ما اتفقنا المرتبه برده القطن مشكلتها فين؟ ان هي بتاخد تقويس الظهر بعد شويه،
فبعد شويه لما انام عليها اقوم تعبان. اوكي. انما المرتبه الطبيه اللي هي الناشفه خالص دي انت بتنام عليها، الناس بتتعب في الاول بس بعد شويه لا بتلاقي ان الام الظهر اختفت تماما. اوكي فاهمه. اصحاب الامراض المزمنه هل يقدروا ان هم ياخدوا الفيتامينز دي او الكويس ده؟ ما فيش اي مشكله خالص، هو امن تماما، وزي ما قلنا كده هي مواد طبيعيه اصلا الجسم بينتجها جواه، فهي احنا ما ادينالوش حاجه من الخارج، لا احنا نفس المواد اللي هو بينتجها احنا اديناها له بكميات كويسه عشان يبقى عنده مخزون يقدر يستخدمه فيقي نفسه من المشكلة، أو لو هو عنده مشكلة فهو يبدأ يبني فالمشكلة تبدأ تقل تدريجي. طرق التواصل مع حضراتكم؟ الأرقام تبقى موجودة على الشاشة، يتصلوا في فريق طبي إن شاء الله بإذن الله يتواصل معهم وهيشوف كل احتياجاتهم وهيوفر لهم بإذن الله. الأرقام موجودة أوريدي معنا يا الشاشة. تمام. طب دكتور إمتى أحس إن أنا لا أنا اللي عندي ده مش هسكت عليه، لازم ابتدي اروح لدكتور وابتدي اشوف حاله رقبتي او كتفي؟ امتى؟ طيب. ايه العلامات؟ طبعا كده فكره التسميع دي طالما بدا تحس بتسميع في اي دراع يبقى لازم اروح لدكتور والحق الموضوع بدري، لان دي بدايه غضروف، ففي البدايه العلاج سهل. لو فضلنا قاعدين كتير بيوصل الموضوع ان هو خلاص دراعي بيبقى بينمل خالص او ما بقدرش احركه اصلا. فنبدا نخش في مشكله بقى كبيره ونحتاج نشوف ان احنا هنستأصل الغضروف ولا هنعمل عمليه، والموضوع بيبقى كبير قوي. انما في البدايه كده لما بيبقى بدايه التنميل او بدايه حرقان في كتفي او بقوم مصدع على طول من النوم يفضل نلجا للدكتور عشان نعرف المشكله فين، ويبقى حلها بالعلاج الطبيعي بسيط وسريع جدا وما بناخدش وقت كبير خالص. بس مش في اي وقت بيبقى بينفع التدخل للعلاج الطبيعي، يعني لازم متهيألي بيبقى بالتصريح من الدكتور يعني. ما هو الدكتور بيشخص وبيدينا التشخيص اللي موجود واحنا بناء عليه بنعالج المنطقه دي. طبعا عشان هو بيبقى عارف انهي ديسك وفي انهي مكان ضاغط على انهي عصب، وبالتالي بيدي برده ادويه. ما هي الادويه برده جزء مهم يعني، بس يعني العلاج الطبيعي مع الادويه هيدينا احسن نتيجه. غير لما اخد الدواء لوحده وعضلاتي بايظه فطبيعي. أيوة. انا هحس ان انا مرتاح شويه بس انا لسه بايظ. او لما اعمل عضلاتي وانا لسه عندي بين او عندي التهاب وما خدتش الدواء المناسب ليه. فمع بعض ان كومباينيشن ده افضل علاج للمشكله. فاهمة. طيب عايزين برضو نرجع للكورس تاني. الكورس بيختلف من سن لسن، بيبقى ليه تركيز معين؟ لا هو دي الريكومندد ديلي دوز المفروض اي حد ياخدها طبيعي. ممكن معلش يا دكتور من غير قطع كلامك، ممكن حضرتك تعلق لنا على الفيديو اللي احنا شايفينه؟ ده مفصل الركبه اهو، والحته البيضة دي هي الغضروف، واللي اتقطع ده الرباط الصليبي. يا نهار ابيض. تمام. ده بيحصل بسبب ايه؟ ان العضلات بتبقى دايما دايما ضعيفه. فبيبدا يحصل ان يحصل كومبريشن زي ما حصل كده على المفصل، شفت هو نزل ازاي؟ لما نزل كده دي بسبب ان العضله الاماميه بتبقى ضعيفه والخلفيه بتبقى فيها شد، فبالتالي بيحصل الحركه دي. طول ما انا بتحرك بقى بيبدا يحصل ايه؟ تاكل في الغضروف لحد ما يتاكل خالص ويختفي كده. فبالتالي العظم بيبقى خلاص واضح وصريح اهو. هيبدا العظم يحتك ببعضه لما اكمل مشي، هتبدا بقى اوصل لمرحله ان في نتوء في العظم وان بدا يحصل خشونه. بدات بقى احس ان انا على طول تعبان، مش قادر اطلع السلم، مش قادر انزل على الرصيف. بيحصل لي المشاكل دي كلها. فبالتالي احنا لما بناخد الجوينت بيكس كوقايه بنمنع اصلا ان احنا نوصل للمرحله دي. بيبقى من البدايه الغضروف بيتاكل شويه وبنلحقه هنا تاني. هنا كده لما شفت هنا خلاص كده. ده كده بقى بيحصل بقى التهابات وحاجات كتير قوي جوه الركبه، انت ما بتبقيش قادره اصلا تقومي تقفي عليها. فبالتالي بنوصل لمرحله ان احنا ممكن نغير مفصل الركبه كله. خلاص ما هو مش قادر يقوم، ما هو طبيعي كل عظمه هتخبط. طبيعي خلاص، احتكاك قوي جدا. احنا اصلا ما بنستحملوش. يعني احنا كل اللي بيخلينا نمشي وماشيين كويس ان في لوبريكنت جوه اللي هو الهيالورونيك اسيد، وان الغضروف ده موجود فحامي العظمه من الحته دي. اول ما بيختفي خلاص اتاكلت كده هتلاقي الم قوي جدا، ما بقدرش اتحرك، ركبي بتتعلق، مش عارف اتحرك. لا هو في حاجه ده مهم، ده انا لازم اخده، فكره طقطقه يعني تبقى مثلا بتوطي او بتصلي او وات ايفر تلاقي في طقطقه كده. الطقطقه دي بدايات. ايوه خشونه. شكرا. بدايات بس بدايات يعني بعيده شويه، بس هي بدايات معناها ان السائل بدا يقل شويه. اوكي. فبدا يتكون في حته مثلا طول ما انا قاعد كده. فلما اجي اقوم هيروح عشان يرجع ورا يحصل تك. تكتك دي التكتكه دي ده خروج الهواء من المكان اللي كان موجود عشان السائل يرجع تاني. ما نتهونش بقى. نلحق بقى بدري. وان احنا نقوي عضلاتنا ونلعب رياضه كويس ونفك العضلات الخلفيه دي عشان نبعد المفصل. ونبدا ناخد المكملات بتاعتنا عشان خاطر نلحق نفسنا ما يحصلناش مشكله. اهميه رياضه مع الفيتامين والاسترتشات كمان يا دكتور، يعني يمكن ما حدش فينا قوي بيهتم في فقره التمرين دي بموضوع الاسترتشات. ده هي دي بقى مشكله ثانيه، ان احنا زي ما لسه كنا بنقول اهو، انا دلوقتي العضله الخلفيه دي لو انا بمرنها كويس قوي وعامل عليها تمرين قوي هي والسمانه، هم لما بيشدوا ويقصروا بيحصل ان المفصل بيقرب. انا كل عضله وليها مدى حركي معين لازم اوصل له عشان المفصل يبقى في الوضع الطبيعي بتاعه. في ناس كتير بتروح الجيم تقعد تلعب عضلات لحد ما تلاقي ايده عامله كده وما بيعرفش يفردها للاخر. بالظبط. صح كده؟ ده مش صح. طب ما هو كده اثر على الغضروف بتاع القلبه. وبدا يحس ان هيبدا يحصل له مشاكل بعد كده ان هو مش عارف ايده يجيبه ورا ظهره. طب ليه يعيش كده؟ مش معنى ان منظر العضله كبير يبقى هو حلو. هو الطبيعي ان الواحد يبقى فت
عضلاته شايلاه وقادره تستحمل المجهود اللي هو بيعمله، وفي نفس الوقت ان هو يبقى مدى الحركه بتاعه كامل للاخر. فالاسترتش مهم قوي انه يتعمل قبل وبعد التمرين. قبل عشان نزود الدوره الدمويه ونهيئ العضله ان هي هتشتغل في لود عالي بالزبط. وبعد عشان احافظ بقى على المدى الحركي اللي انا اشتغلت فيه وقوتها شويه، فتفضل دايما واخده الوضع الصحيح. بالتالي مش هاثر على مفاصلي. احنا للاسف الشديد حلقتنا خلصت، بس عايزك يا دكتور تفكر المشاهدين لو حابين ان هم يتواصلوا مع حضراتكم. هيتواصلوا بالارقام اللي موجوده على الشاشه، وفي فريق طبي مختص هيتواصل معاهم ان شاء الله باذن الله ويفهمهم كل حاجه. حضرتك نورتنا، واكيد هتنورنا في حلقات كتير، لان يعني حدث ولا حرج، ورقبه وقوه وكل حاجه، كل حاجه بايظه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كان منورنا دكتور احمد رأفت اخصائي العلاج الطبيعي ومستشار الطبي لشركه فاكس فارما. كل شكر لحضراتكم مشاهدينا، انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله بكرة هنكون موجودين مع حضراتكم.